تنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد. يعني هذه الموازين في نصوص تدل على الذي يوزن فيها السجلات التي كتب فيها الحسنات والسيئات كما في حديث البطاقة. وفي قول وظهر بعض الأدلة أن الذي يوزن فيه أعمال العباد كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، العمل نفسه هو الذي يوزن. وأيضا ممكن أن يوزن الشخص نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود عن ساقي لما ضحك مساق قال إنها في الميزان أثقل من أحد. وقال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. فممكن يوزن، توزن الصحائف وتوزن الأعمال ويوزن مش الأشخاص. هنا الشيخ يقول فيوزن فيها أعمال العباد. قال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، وهذا من أصعب المواقف، تنشر دواوين لأن الإنسان ما يدري أخذ كتابه بيمينه أم أخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. هنا يعني المفاجآت، الله يعافينا وإياكم. قال وهي الصحائف والأعمال، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. يعني هل يأخذ كتابه بشماله أو يأخذ من وراء ظهره أو يأخذه بشماله من وراء ظهره، هذا محتمل. قال جل وعلا قال كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني نصيبه وعمله في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مكتوب فيه حسناته وسيئاته. اقرأ كتابك، يعني يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول تكاثرت أدلة كتابي في إثبات الميزان، ذكر الله في مواضع ونضع الموازين القصية يوم القيامة. قال فمن ثقت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كما تواترت بذلك الأحاديث، جاءت أحاديث كثيرة أيضا تبلغ حد التواتر المعنوي. وأجمع أهل الحق، إنما قال أجمع أهل الحق إشارة إلى أن أهل الباطل خالفوا في ذلك، خالفوا في ذلك، منهم المعتزلة الإباضية ما في شيء اسمه ميزان. طيب الآيات هذه قال هذا ميزان، ميزان معنوي، أما ميزان له كفتان وتوضع الأعمال أو توزن فيه لا، لا يوجد. فتأول الآيات لأنها ميزان معنوي. هل يوجد ميزان معنوي في الدنيا؟ في ميزان معنوي؟ نعم، يعني مثل ما تقول تزن الأمور، المصلحة أحسن وزنتها، أتكلم أحسن ولا أسكت أحسن؟ هل طلعت ميزان أنت وزنت هذا بهذا ولا إيش؟ ميزان، ميزان ماذا؟ معنوي صح؟ هذا معنى ميزان معنوي، عرف شلون؟ مثل واحد توزنه أن هذا الرجل يستحق أن يخدم، يستحق أن يزوج، يستحق أن مثلا أن يقدم حسب، يقول كيش نظر عينك ميزانك، ايش معنى عينك ميزانك؟ يعني لك نظرة في الرجل، لك نظرة في الشيء، لك نظرة في السيارة، في البيت، في الموقع، في ها؟ إذا في ميزان ماذا؟ معنوي، وفي ميزان مادي حسي تحط فيه توزن ها؟ بالإلكتروني ولا بلا ها؟ طب ميزان يوم القيامة هل هو ميزان معنوي ولا ميزان حسي؟ حسي. الشيخ يقول حسي، ميزان له كفتان، له لسان، تواتر الحديث ذلك، واضح؟ فأهل السنة يقول أهل الحق أثبتوا الميزان وأوجبوا الإيمان به. إذن قوله أجمع أهل الحق إشارة لأن أهل الباطل ما اتفقوا مع أهل الحق بأن ثم ميزان أو موازين تقوم يوم القيامة، ماشي؟ واضح؟ آه. تأول الميزان المذكور في الكتاب على أنه ماذا؟ أنه معنوي. والأحاديث أما صلى يوم بالحديث في العقيدة، يقول الأحاديث في العقيدة لا نقل بها إلا ما كان متواتر. طيب هذا متواتر أيضا ردوه، إذن هم لا يريدون أن يأخذوا بالسنة. طيب قال وأجمع أهل الحق على ثبوته ووجوب الإيمان به وأنه ميزان حقيقي. ترازا من ماذا؟ من يقول أنه ميزان مجازي، قال لا حقيقي. حسي، احترازا من ماذا؟ إن قال ممن قال أنه ميزان معنوي لا حقيقة له، يقول لا هو ميزان حقيقي حسي، له لسان يتكلم به وكفتان توضع حسنات والسيئات كما هو صريح في الأدلة. هل هي موازين ولا ميزان واحد؟ يقول المؤلف، من المؤلف؟ الشيخ الإسلام، لأنه هذا الشيخ عبد العزيز بن ناصر شهيد يشرح عقيدة الواسطية، الرسالة الواسطية. فلما يقول جمع المؤلف يقصد من المؤلف اللي هو الآن يشرح كتابه اللي هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنها إيش؟ موازين، جاء بها بالجمع. طيب والصحيح
والصحيح أنه ميزان واحد. هو ميزان ولا موازين؟ يقول لنا الشيخ ظهر كلامه قال أنها موازين. الشيخ الشارح يقول والصحيح أنها ميزان. ومن المسائل التي هي في العقيدة وحصل فيها خلاف، لكن خلاف هذا ما يضر، اعتقدت هذا وهذا حسب اقتناعك. أما ظاهر النصوص ففي من ظواهرها ما يدل على أنها موازين، وفي منها ما يدل على أنه ميزان واحد. طيب، ونضع الموازين جمع صح، خفيفتان في على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهل هو ميزان واحد ولا موازين كثيرة؟ الشيخ يقول أن ظاهر كلام المؤلف المصنف مؤلف كتاب رسالة الواسطية ابن تيمية يعني أنه متعددة، موازين متعددة، يقول والصحيح أنه ميزان واحد. طيب، وجمعه قيل بأن طيب لماذا تقول أنه ميزان واحد مع أنه جاء مجموعا ونضع الموازين، ما قال الموازين، فكيف تقول ميزان واحد؟ لابد حين ايش يوجه هذا الكلام، كيف قال؟ قيل لأن الآن يقول وجمع المصنف الموازين ظاهره تعددها، حسب كلام ظاهر الشيخ سانتوني في الواسطية أنها ايش؟ موازين تعددة ولا واحد؟ متعددة، تمام؟ والصحيح أنه ميزان واحد. طيب وجمعه كيف جمعه أنت تقول ميزان واحد؟ الآن يخرج يعني يفسر لك كيف جمعت مع أنه ميزان واحد. قيل يعني هذا قول توجيه لبعض العلم، لأن الميزان يشتمل على كفتين وشاهدين ولسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها، إذن لابد أن يكون ميزان واحد فيه كفتان وفي له شاهدان ولسان واحد. طيب، ويحتمل أن الجمع للتفخيم، سمى الميزان موازين تفخيما له، تفخيما له، وهذا العرب تستعمله، حتى أن المتكلم الواحد ممكن يستعمل ضمير الجمع فيقول نحن فلان بن فلان، يسمى هذا إيش؟ المعظم نفسه، كما عظم الله نفسه جل وعلا في مواضع فقال عن نفسه نحن، صح؟ نحن أعلم بما يقولون، إننا أنزلنا ذكر وإنا شوف وإن له لحافظ، قال إنا له لحافظون، لم يقل وإني، قال إن نحن نزلنا الذكر، نحن والله واحد، يقول نحن تعظيما لنفسه، والدين هو واحد، قال الله في آية محكمة واضحة وإلهكم إله واحد، إذن لما قال عن نفسه نحن من باب ماذا؟ التعظيم. فقول هنا إنما جاءت الموازين بالجمع تعظيما للميزان لا لأنه متعدد. يقول كما في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، نوح أول رسول، فكيف قوم نوح كذبوا المرسلين وهو أصل رسول واحد؟ ما كان أصل قبل رسول، قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وفي حديث الشفاعة يأتون الناس إلى نوح عليه السلام يقول ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، أنت أول الرسل، إذن هو أول رسول، فقومه كيف كذبوا الرسل وأصلا ما في رسل، ما في رسول واحد؟ قال هذا من باب التفخيم والتعظيم، يعني هم كذبوا رسولا واحد وهو نوح عليه السلام، لكن الله فخمه فقال مرسلين، سمى الرسول مرسلين. هذا توجيه. توجيه آخر على قول كذبت قوم نوح المرسلين، قال أن دعوة الرسل كلها واحدة، فالرسل كلهم أرسلوا بماذا؟ بلا إله إلا الله، فتكذيبهم لرسول واحد وتكذيب لكل الرسل، إذن لا فرق كون كذب رسول واحد والرسل كلهم دعوتهم واحدة، إذن تكذيب واحد منهم يعتبر ماذا؟ تكذيب الرسل، فلذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. قال مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحدا لأنه أول الرسل. وقيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحدا، جمعه يعني في أشياء من حيث اللفظ يطلق عليها إيش لفظ الجمع، وهو إيش شيء واحد، وهو شيء واحد. أنا أذكر مثال واحد بس ما أدري مناسب ولا مش مناسب، خلها خشنا غير مناسب ولا أقوله أنا ما استحضرت حين له، يعني هو الجمع لفظ جمع وهو مفرد، واضح؟ فقل هذا يوجد في اللغة لكن قليل. طيب خليني أقول له معلش، السراويل هذا كم واحد السراويل؟ لا واحد، الواحد اسمه السراويل، واضح؟ لغة الواحد اسمه السراويل، وأظن جمعه يجمع على غير ذاك،
سراويلات يمكن، لكن السراويل واحد. المهم يقول هذا من هذا الباب، ان اسم الموازين اللفظ ايش؟ جمع، وهو واحد. طيب هذا توجيه. يقول وقيل يجوز ان يكون لفظه جمعا ومعناه واحدا. طيب.